غادي تخاف من المستقبل الا ما كنتيش كدير داكشي اللي خصك دير. الا كنتي كتحس براسك فريمون مفرط بزاف، شنو المهنه ديالك؟ طالب، خاصك تقرا وخاصك تقلب على المعرفه وعلى العلم، خاصك تضحي. ملي تنقول التضحيه ما نخليوهاش في ذاك المفهوم اللي تنشوفو في الافلام. تنبغي هاد البنت غادي ندير المستحيل باش تكون الناس الاخر ديالي، ما نخلي حتى شي واحد يهضر معاها، انا مستعد نعطي الكبده ديالي. او البنات ندير المستحيل باش نخليها قريب ليا وما يبعدش عليا وما نخلي حتى شي بنت ديليا. التضحيه شوفوها من جانب واحد ما عندوش الامكانيات الكافيه، كيتكرفص كيسهر بالليل خدام وتيفيق في الصباح في الوقت، تنقص من عدد ساعات النوم ديالو، ما تيجلسش، ما كتعجبوش منطقه الراحه، ذا كومفورت زون. النصف الثاني ديال كل مخلوق فوق الارض راه مكتوب وما غاديش تقلب عليه حيت كله النصيب ديالو، ولكن رزقك خاصك تقلب عليه، ما خاصكش تجلس. ملي تنقول تجلس ما تنعنيش بها راك ضاربه بنعسه وما كدير والو، عارفك كتقرا وكدير واحد المجهود، ولكن انا بغيتك تزيد اكثر، بغيتك تضاعف المجهود ديالك، وفي كل اسبوع تحس براسك مازال غادي كتطلع النيفو اكثر. ديما كاينه لا بروغريسيون، خاصك تمشي في واحد لا كورب كرواسون فحال هكا وماشي فحال هكا. انا كنموتيفيك وكنحاول ندير لو ماكسيموم باش نزرع فيك الطاقه الايجابيه، حيت فينالمون كاع بكم عندكم قدرات داخليه، ولكن هاد القدرات كتحتاج اللي يدير ليها التنشيط باش تخرج وتبان وتزدهر. وبالتالي خويا واختي ملي تفرجوا الفيديو ديالي كنبغيكم كاملين وديك الساعه تنوضوا تخدموا وديروا داكشي اللي خاصكم ديروا باش تنجحوا وتوصلوا للهدف ديالكم. وملي تنوض تخدم كن مستعد انك راه ماشي كلشي غادي تلقاه زوين، راه المورال ديالك ماشي ديما غادي يساعدك وتبقى تخدم وما تملش، نو راه كيتحارب معاك، وغادي تحس بلا ديبرسيون وغادي تحس بالستريس وغادي تحس بلا شارج عليك بزاف. غادي يقول لك هز التليفون في يدك شوف شحال في الساعه، نوض ترتاح راك قريتي بزاف، شعل كونيكسيون ضربت ليلى وشوف شنو كاين، واقيلا ما جاوبت على الميساج الواتساب، وساعه صاحبي ما تكونيكتيتش وكنت تتمرض بزاف، فوالا وكتمشي نتايا معاه وكدير ليه خاطره، وملي كتسالي كتقول ما درتش ديك الخدمه اللي كان خاصني ندير. تحارب مع دماغك ومع نفسك، والله ما تيبغيولك الخير هاد الجوج، ما تخليهمش يبقاو يتمرقنوا عليك. وفين ما يقول لك دماغك بركه عليك ارتاح، ولا نفسك تقول لك سير الكومفورت زون، قول ليهم نو وعمروا وقتكم بالخدمه. وملي توصل لواحد النيفو ولا ضيعتي 30 دقيقه من وقتك ويبقى فيك الحال، عرف راسك راك غادي في الطريق الصحيح، ولا خوف عليك ولا تحزن كاع، وسير كمل. واي حاجه راها كتجي بالروتين، كتقرف وقتك كامل الصباح العشية بالليل، ودائما اليوم غدا اليوم غدا، وكتبقى تضغط على نفسك وعلى دماغك حتى كيولفوا وتيولي عندهم داك الشيء عادي. وإلا ما درتيش كتحس بواحد النقص كبير. انا كندير لك هذا النوع ديال لي فيديو ماشي باش نحفزك دابا وغدا نلقاك اورلين صافي مشات لا موتيفاسيون وداك الشيء اللي قلناه مشى تبخر، حيت بزاف كيتخيل ليه راسو بان الهدف ديالو غادي يمشي ليه بهذه الطريقه وبهذه الاستقامه، ما غادي يلقى لا حفاري لا مشاكل لا عراقيل، كلشي مقاد. نو صاحبي، راه الناس اللي وصلوا هاد الطريق اللي مشاو منها كيوصل هنا كيلقى حفره قدامه، وباش يقطعها خاصو يهبط ويطلع ويتمرمد مزيان. وبالتالي اي واحد فيكم ملي يكون خدام وتعكس ليه شي حاجه او يوقع عليه لا ديبرسيون وصافي حتى يقول غادي نهز يدي وراه ما عندي زهر وهادشي بزاف عليا، يتفكر هاد لاكورب اللي وريتكم، وراه هو اللي دازو منو الناس الناجحين. وحتى انت الا ما استسلمتيش راك غادي في الطريق الناجحين وماشي في الخسران السي حمادي، ومستقبل زاهر ينتظرك ان شاء الله، والله عمرو ما غادي يخيبك. فوالا سيتي توس بور سيت فيديو اوجوردي، جيسبر كو فوز ابلي. الا درتو هادشي اللي تنقول لكم غادي تكونوا ان شاء الله لي ميور في بلادكم، وحتى الا مشيتو خارج البلاد ما تنساش دير اعجاب الفيديو وخلي لي في التعليق نيفر جيف اب، لا للاستسلام ومستقبل زاهر ان شاء الله. See you next time.